قال: ونيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه قاعدة الأعمال بالنيات، أو الأمور بمقاصدها. والمقصود بالنية إما تمييز العبادات بعضها عن بعض، وإما تمييز لمن العبادة، المقصود بالعبادة من أو بالعمل، تمييز العبادات بعضها عن بعض، وتمييز المقصود بهذا العمل أو بهذه العبادة. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنية شرط في صحة الأعمال، أي عمل، وتميز العبادات بعضها عن بعض. تصلي، تميز هذه صلاة الظهر أو العصر، صلاة نافلة أو فريضة، تبذل مالا، هل هو صدقة أو زكاة، ويترتب عليه أمور. يعني لو دفع مالا على أنه صدقة ثم تذكر أنه لم يخرج زكاة ماله فيقول أجعلها زكاة، ما يصلح، مضت، لأن الزكاة لابد لها من نية، والصدقة لا يشترط لها النية. فلا بد أن يميز العبادات بعضها عن بعض، ثم كذلك لا بد أن يميز المقصود بالعبادة. هذه العبادة لمن؟ هل هي لله؟ هل هي لله مع غيره؟ هل هي لغيره فقط؟ لا بد أن يميز العبادة هذه موجهة لمن؟ هذه كذلك تدخل في هذا أو في هذه القاعدة. نعم.